سعيد خالد الحسن من أسرة فلسطينية، أكاديمي ومفكر سياسي عربي مقيم في المغرب منذ 1990، حامل للجنسية المغربية كما تحمل عائلته الجنسية المغربية بدون استثناء. ولد في بيت جده محي الدين الحبال العلماوي في صيدا بلبنان سنة 1953، ترعرع في الكويت وعاش فيها منذ ولادته وبقي فيها حوالي 38 عاماً. والده خالد الحسن منظر الثورة الفلسطينية وأحد المؤسسين الأوائل لمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح، وأعمامه علي، بلال وهاني شخصيات فلسطينية معروفة شغلت منصب عضوية المجلس الوطني الفلسطيني وكانوا من قيادات الثورة الفلسطينية البارزين. في هذا الحوار يروي لليوم 24 قصة عائلته من نكبة 1948 التي أرغمت والده على النزوح إلى لبنان وعمره 20 عاماً مثل عدد كبير من الفلسطينيين. ومن لبنان انتقل إلى سوريا ثم إلى الكويت التي عاش فيها معظم حياته قبل أن ينتقل مع عائلته إلى المغرب بعد الاجتياح العراقي للكويت سنة 1990. وفي المغرب يروي قصة علاقة والده بالملك الراحل الحسن الثاني وعلاقته مع شخصيات مغربية كبيرة وبارزة. تعرف أنا اسمي سعيد خالد الحسن، لكن إحنا أصلا العائلة في حيفا عائلة الشيخ حسن، يعني المفروض أنا اسمي سعيد خالد، جدي محمد سعيد الشيخ حسن، عائلتنا الشيخ حسن. لكن فيما بعد الوالد ابتدأ يكتب الاسم الحسن هو وأخته اختصارا، فهذا طبعا يربطني بأبناء عمومتي اللي هم كلهم أسماءهم الشيخ حسن في حيفا. العائلة طبعا موجودة في حيفا، بيت العائلة يطل على خليج حيفا، تحديد على ميناء حيفا، وهو البيت وفي مبنى البيت المنزل، وفي مبنى آخر على بعد حوالي 30 متر تقريبا اللي هو المضافة، وبينهم ساحة، هذه الساحة تحتها مغارة سيدنا الخضر أو الياهو كما يسمي البعض، وهذه الغارة حسب الأعراف والتقاليد مقدسة لدى الأديان الثلاث، المسلمين واليهود والنصارى المسيحيين، كان جدي هو قيم أيضا على هذه المغارة، على مغارة سيدنا الخضر، وهي الحقيقة آلت إليه من زوجته الأولى، وهو هذه الزوجة كانت توفيت قبل أن يتزوج الجدة الثانية اللي هي جدتي أنا أم خالد. هناك عاشت العائلة، وكثيرا ما كنت أسمع من الوالد عن أيامهم هناك ومن الأعمام كيف كانوا ينزلوا ويسبحوا في بحر خليج حيفا، وكيف أن هذا ورثهم العشق إلى البحر والشوق الدائم إلى خليج حيفا. ناهيك ببعض القصص حول المغارة أيضا، لأن في مرة من المرات أصيب والدي في صغره بحمى شديدة جدا، والطبيب عندما مر عليهم كان طبيبا بريطانيا كما حدثتني جدتي أم خالد، يعني عبر عن مخاوفه الشديدة وقال أنا سأمر عليكم غدا لكن ليس لدي علاج. فنزلت الجدة إلى المغارة وجمعت الأعشاب من هذه المغارة ووضعت معهم يعني على ضعتهم مع الماء على النار، واستخلصت العصارة وسقتها لابنها. هي تقول يعني هذه ضربة لا أدري ماذا ينتج عنها، لأنه هي شعرت أن الطبيب يائس من الشفاء. لا أدري إيش ما هو السبب وقتها في ما حدث للوالد، هل هي
عضت حية ثعبان أو شيء من هالنوع سام لا أدري يعني. لكن في الصباح جاء الطبيب وللمفاجأة كان الوالد يعني في صحة جيدة، طبعا هو عمره بضعة سنوات يعني. فالقصص كثيرة حول ذلك المبنى، وأذكر وأنا قدر لي أن أزور هذا في أواخر التسعينات من القرن الماضي، وزاروا أيضا عمي هاني، وما عرفت أنه عندما ذهب إلى المبنى يعني أجهش بالبكاء، لأنه الواحد يشعر بالذكرى ويشعر بالعجز كيف أنه بعيد عن بيته. وأيضا أذكر أن الوالد عندما تحدث في هذا في أثناء إحدى زياراته لأمريكا ثارت ثائرة بعض الصحف اليهودية عندما تحدث عن هذا الوقف، والذي عائلتنا وعائلة جدي بالذات يعني من جدي هي التي القيمة على هذا الوقف. وهذا الوقف له قصة قد نتعرض لها دائما لاحقا، كانت موضوع حديث بين والدي وبين الحسن الثاني رحمه الله وتغمدهما بواسع رحمته. نعم أنا سأقول لك الآن. الآن طبعا والدي توفي وهو في 13 من عمره، والدي كان توفي والدي توفي جدي والوالدي في 13 من عمره نعم، وكان أكبر أخوتي، وبالتالي ألقيت عليه مسؤولية في إعالة العائلة. ومرض جدي وهو توفي في سن مبكرة تقريبا في 55 من عمره جعلتهم يستنفذوا كثير من ممتلكاتهم حتى العقارية. فالمهم النكبة حدثت عندما كان الوالد في 20 من عمره في 48. يقول لي الوالد أنه عاد إلى المنزل من العمل وفوجئ أنه ليس هناك أحد في المنطقة، لا والدته ولا أخوته ولا أحد، عادة الكل يكون موجود في ذلك الوقت. وعلم بعد ذلك أنه حتى أبناء عمومته اللي هم في منطقة أخرى في قلب المدينة ليس على مطلين على الميناء في حي يعني أنا لا أذكر اسمه، أظنه وادي النسناس، قد غادروا جميعا بالشخطورة بسموها اللي هي القوارب الصغيرة إلى صيدا، وبالتحديد إلى حيث ابن عم الوالد أيضا يحمل اسم خالد الشيخ حسن، كانت لهم أملاك إلى جانب أملاكهم في حيفا وفلسطين، أملاك في صيدا في لبنان، لأنه إحنا في شمال فلسطين وصيدا في جنوب لبنان، فمسافة بيننا بسيطة يعني تتحدث عن الرباط والمحمدية. فذهبوا إلى هناك لأنهم وجدوا ملجأ في إحدى العقارات الصغيرة يعني اللي موجودة في ذا، وعقار عبارة عن مبنى يعني مبنى من طوابق، لا أدري إذا كان هناك أشياء أخرى أنا لا أعرف. فالوالد استمر في حيفا بعدها بشهرين، أظن عائلته غادرت في 20 الشهر لأنه كانت تتعرض حيفا لبراميل متفجرة تلقى عليها على الأحياء، مما أصاب السكان بالذعر، وكثير منهم خرجوا، وكانت أنباء مذبح الدير ياسين وإلى آخره، ولم يكن يدور بخلد أحد أنه لن يعود. يعني جدتي تقول لي أنها أخذت مفتاح البيت وبعض الأوراق الخاصة في المنزل والذهب الخاص بها وتركت كل شيء، لم تأخذ شيئا آخر باعتبار أنهم بطبيعة الحال سيعودوا بعد فترة. ذهبوا إلى صيدا. عندما غادروا البريطانيين في شهر 7/17/1648 وأنا هذه عرفتها من إحدى الصور اللي علق عليها الوالد، غادر على متن هذه الباخرة، لكن في مصر تم احتجازه واحتجز لمدة 6 أشهر في معسكر أظن في القنطرة في مصر قريبة من الإسماعيلية وهم يمرون بقناة السويس. وقال لي كنت أريد أن أذهب إلى أبعد مكان إلى الواقواق لأني لا أتخيل أن ما حدث قد حدث. وطبعا قد فت في عضده كيف غادرت والدته وأخته من غير أشقائه من غير أن ينتظروا.
والمهم بعدها ابنة مدير المعسكر يبدو كان لها دور في أن يطلق سراحه، ومن هناك ذهب إلى مصر فالتقى ببعض الأصدقاء، منهم الأستاذ نمر المصري على ما أذكر إذا صحت الذاكرة رحمه الله، ومن هناك أخذ أظن سفينة أو شيء من النوع وذهب إلى صيدا، وقال لي إنه ركب السيارة الأجرة وقال له أين تذهب؟ قال له لا أدري، فامشي كما تشاء. وقال لي الوالد أنه من العجب أنه فجأة يعني قال أو أنه رأى في لحظة معينة أن يقول للسائق قف فوقف، فنزل من السيارة سيارة الأجرة وإذا به ينظر، وإذا أخت ومن سيتزوج بها لي خالتي تقول خالد خالد خالد، وإذا به قد توقف عند المنزل تماما. وهذه من الأشياء التي لا يتوقعها الإنسان أن تحدث لكنها حدثت. ويقول له الوالد أنه انتظر 15 عاما إلى أن استجمع قدرته أو شجاعته ليسأل والدته، ويسألها قائلا يما كيف إجالك قلب تمشي من غير ما أكون معك حتى تدرك كيف حدث النزوح؟ قالت له يا بني أنا قلت أخسرك أنت لوحدك ولا أخسركم كلكم، وهكذا كان. فهذا يعطي فرصة يعني فكرة كيف حدثت الأمور. وبعد ذلك كان الانتقال هناك يعني كانت ظروفهم صعبة. والدتهم وهي سيدة عظيمة قالت لهم هذا الذهب ينفق لشغلتين، التعليم والقهوة، حتى لا يقال إنه بيت أبو خالد اللي هو جدي قد قفل، يجب الباب البيت يبقى مفتوح، أما لقمة العيش عليكم أن تعملوا. فعملوا وعملوا في التدريس، وثم انتقلوا إلى دمشق وانخرطوا في الحياة السياسية، وكان مكان إلى أن الوالد للظروف التي طرأت على سوريا وكان له دور مهم هناك غادر إلى الكويت، حيث هناك العديد من أصدقائه، غادر في 52. فالعائلة انتقلت قبل ولادتي إلى الكويت عام 1952. أنا ولدت في لبنان لأنه العادة كانت الوالدة ذهبت في صيف 53 لتلدني عند في بيت والدها الشيخ حسين محي الدين الحبال، وهو من بيروت من عائلة الحبال البيروتية، لكن الحبال العلماوي، لكنه أراد أن ينتقل لظروف خاصة إلى صيدا فترك بيروت فكان هناك. وحتى قصة زواج والدي من والدتي يعني تحدث لي أنه يعني ابن عمه وهو عديله كان متزوج خالتي، فكان له دور في أن يجعل هذا الزواج ممكنا، لكن والدي سأل عمه الشيخ حسين الحبال العلماوي سأله يا عمي يعني أنت كيف زوجتني ابنتك؟ أنا لا يعني الآن أنا معدم. يعني هو رجل، طبعا هو رجل له مكانته، هو أول من نشر أعمال الشيخ حسين الحبال، هو من من رواد الصحافة، أسس جريدة أبابيل وبعدها أظن جريدة أخرى لا أدري اسمها السواعق أو شيء من النوع. كان شاعر وأديب وثائر، هو أول من نشر العروة الوثقى التي كان يشرف عليها الأفغاني ومحمد عبده، وكان هو والغلاييني وشخص ثالث معروفين أنهم هم يعني ثلاثة دائما مع الغلاييني معروف اللغوي الكبير. فالمهم عندما سألوا كيف زوجتني قال له أنا لم أزوجك، فالوالد قال لي أنه هو يعني اضطرب وكاد يعني يظن أن قد عاد عن موافقته، فقال له أنا لم أزوجها لك، أنا زوجتها لمستقبلك. حتى تعرف كيف هذا الرجل أيضا يعني رجل كريم ونبيل وله أيضا بعد نظر. أنا طبعا أنا حياتي كلها فتحت عيني في الكويت، وهناك تعلمت دراستي الابتدائية والمتوسطة والثانوية، ومن هناك انتقلت في القاهرة إلى بيروت ثم القاهرة مبعوث، لأنه الذين يتجاوزوا معدل معين في الكويت كانوا يرسلوا في بعثات دراسية في ذلك الوقت، لم تكن الجامعات
قد توسعت كثيرا. وعدت عندما أنهيت دراستي عدت إلى الكويت، وأيضا قمت بالتجنيد الإجباري في الكويت كما هو كان الأمر. يعني كانت حياة طيبة، وفي الكويت كانت تربطنا في كثير من العائلات، خاصة العائلات الكويت الأساس، مثل يعني من الأشخاص عبد اللطيف نيان الغانم، جاسر المرجوق، عائلة الصقر، العدساني، محمد يوسف العدساني، الحميضي، كثيرا من الشخصيات، الملة، كثير من الشخصيات الكويتية المهمة، المطوع، علي عبد الوهاب المطوع. وأيضا كانت تربط الوالد صلة خاصة الحقيقة بالشيخ صباح الأحمد وبغيره أيضا. قبله كان له علاقة قوية مع الشيخ، أظن اسمه الشيخ فهد، اللي هو كان شقيق عبد الله السالم. نعم، لكن هذا توفي في حادثة في البحر، كان ممكن يكون هو ولي العهد يعني بعد. نعم، هم منح الوالد الجنسية الكويتية في 61 لخدماته للكويت. فكانت علاقته قوية بشكل خاص بالشيخ صباح. وقد تحدث الوالد في الموسوعة الفلسطينية عن دور الكويت الخاص في تأسيس فتح، لأنه هو كان يعلم بالتأسيس، الكويتيين كانوا يعلمون والعائلات، وكان لهم دور في الدعم المالي. قبل هذا الكلام أنت تتحدث قبل 68، تحدث أنت عن 65، وكان هناك مكتب لكن غير رسمي بالموازاة مع مكتب منظمة التحرير لفتح في الكويت. وهذا طبعا نتيجة الثقة التي الخاصة التي كانت تربط الوالد بكثير من الكويتيين، وبشكل خاص بالشيخ صباح الأحمد اللي هو الأمير السابق للكويت الذي توفي مؤخراً.